مساء الخير اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بيكم وموسم جديد وحلقه جديده من برنامج سكرين شوت وحشتوني طبعا قوي 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 وانا سعيده جدا بان احنا هنعمل لقاء وبرامج جديده وموسم كله حاجات جميله جدا مختلفه تماما عن الموسم اللي فات بس قبل ما ابدا اتكلم عن البرنامج وعن خصوصيات البرنامج وعن اللي هنشوفوه في البرنامج باذن الله احب اوجه رساله شكر لحبيبنا وحبيب قلوبنا كله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مهما هنتكلم مش هنقدر نقول الانجازات الجميله اللي قدر بالفعل ان هو يعملها في ظل الظروف الصعبه والازمات اللي موجوده الا وهي كورونا اللي موجوده في العالم كله واصبح العالم كله في ركود ركود تام ما فيش حركه ما فيش عمل ما فيش اي حاجه بتتم نظرا لانتشار المرض ولكن استطاع القائد العظيم في ظل الظروف دي ان يخلي مصر خلية خلية نحل جميلة من مشرقها المغرب من اسكندرية الي ما وصلنا اليه وهو الافتتاح الضخم العظيم اللي ابهر العالم العالم كله بالفعل ابهر العالم كله وكانت معجزه ان يتم ده كله في فتره وفي وقت مليء بالمناوشات والتعب والالام والمشاكل العديده اللي موجوده وخصوصا مشاكل كورونا لكن بفضل قيادته وافكاره الجميله وطبعا جميع القيادات اللي تحت يد سيدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي قدرنا بالفعل ان احنا نخوض هذه او نتخطى كل هذه الصعوبات ونوصل لاعلى مستوى واجمل حاجه فانا بقول سيد عبد الفتاح السيسي انت رئيسنا وابونا وكل حاجه حلوه وانا بالفعل انا بتكلم من قلبي اللي شفناه يعني هنعتبره بالنسبه لنا نصر علامه تاريخ في وقت ما هيدرس لاولادنا لان اتعملت بصمه على يد السيد عبد الفتاح السيسي آه برضو مش هننكر آه الفكر الجميل للمهندسين وخبراء اثناء السفينه برضو ده فكر مصري قوي كل ده بيدل على ان المصري آه يعني رجل المصري رجل القوة رجل الشجاعة آه المخ العبقري الجميل آه قدر آه بفكره ان هو برضو يطلع السفينة للعالم كله او معظم من الناس عمالة تتفرج وهنعمله ايه فيها فده يدل ان المصري مصري وهقول تاني تحية كبيرة جدا للسيد عبد الفتاح السيسي انا واحنا في ظهرك ومعاك قلبا وقالبا ودايما مصر تبقى في القمة تحت وطئتك وتحت عظم تفكيرك العظيم الجميل ده يعني دي رسالة شكر أنا بوجهها للرئيس وجميع القيادات الموجودة عندنا في جمهورية مصر العربية نيجي بقى نتجه لموضوع برنامجنا النهاردة النهاردة حلقتنا هقول حلقة اسمها حلقة فضفضة أنا طبعا بقى لي فترة طويلة أنا بالنسبة لي هقول طويلة آه لان البعد عن الكاميرا والبعد عن جمهور الجميل اللي إن انا بحبه فعلا إن وبلاقي نفسي معاكم آه كان مزعلني شويه آه لكن الحمد لله عوده القناه بقوه وبجمال آه وبحب فريق عمل جميل جدا قياده جميله جدا انا بقول لكل متابعيني برنامج سكرين شوت راجع تاني آه بس راجع بشكل جديد بفكر جديد بحنقول بضيوف جداد مختلفين تماما عن اللي فات شخصيات جميله جدا هتحبوها وهتحبوا تتعايشوا معاها وتتاقلموا معاها وتتكلموا معاها آه انا حابه في الموسم الجديد ان احنا يكون عندنا روح التعاون روح المشاركه دايما الانسان عنده طبعا في رقم اللي موجود على التليفون على الشاشه ده التليفون الخاص آه بيا شخصيا اللي عنده اي مشكله او اي حاجه حابب يسال او يستفسر فيها يتواصل معايا ده اول حاجه او في موضوع ما في حب يحب ان هو يتو... يبقى يندرج او يبقى يعني عنده مشكله حابب ان هو يظهر معانا في القناه بس مش يظهر عشان يظهر يبين الموهبه يعرض يعني مشكلته مش هعترض انا هبقى قلبا وقالبا مع جمهوري اللي انا بحبه ويا رب يكون هو بيحبني زي أنا ما انا بحبه إيه طبعا انا مش هدوشكم بقى في موضوع الفضفضه لان الحلقه النهارده حلقه صغيره مش هنطول فيها لانها من غير ضيف اتمنى انا اكون الضيف اللي يكون خفيف عليكم شويه انا طلعت لكم بشكل جديد وبنيو جديد وكل مره هتلاقوني منظر مختلف عن المنظر اللي بعديه عشان مش هنجسد سكرين شوت وشخصيه نيفين عجور في شكل معين لا هنغيرها باستمراريه. إيه بس هنغير شكلا لكن نيفين عجور هي هي نيفين عجور بتحب جمهورها وبتتمنى انها تعمله بكل خير اذا اذا ربنا اراد يعني أن تتواصل معاهم آه موضوع يعني موضوع الفضفضه النهارده هتكلم آه فيه عن حاجه مهمه احب منكم ان انتوا تتواصلوا معايا يا يعني اما تليفونيا في الوقت الحالي او فيما بعد الاراء انا حابه في اراء ما بيني وما بينكم آه الموضوع النهارده موضوع يوم اليتيم انا يعني اعوذ بالله من انا ولكن الشخصيه اللي انا بتكلم على يوم اليتيم ده يوم جميل وفي نفس الوقت يوم صعب ليه احنا كلنا يعني انا مش حابه ان اقول اعمل احتفاليه ليوم اليتيم انا عايزه لو احتفل بيتيم احتفل في كل وقت انا لو كفلت بيتيم هروح اعمل معاه كل حاجه في ناس بتكفل باليتيم منذ الصغر الى لحد توصلوا بيت الزوجيه واعرف ناس ذو معرفه شخصيه بيعملوا ده بدون يعني بدون ما يتكلموا او يقولوا او او لاخره طبعا انا هخرج عن الكلام الكلام التقليدي وهتكلم باستفاضه معاكم آه مني ليكم فأنا يعني احنا هنقول احنا مش بنحب ان احنا نقدم خير ونظهره اللي بيقدم خير بيوليه بيبقى مداري عليه آه مش عايزه اقول لكم احتفاليه اسمها احتفاليه يوم يتيم بتبقى اصعب ما يكون على على اليتيم نفسه قد يكون بعض الناس مش حابة ان انت تقول علي ايا انا يتيم لا اه او بترفض انها حتى يكون في احتفالية زي مثلا بتبقى في احتفالية في المدارس كتير من المدارس طبعا بتقوم اقامة كاملة على احتفالية وبيقدموا هدايا ووا اخرة طب ما انا اعمل كل ده في الكتمان لاحرج الطفل ولو قلت ان احنا هنبسطه ممكن تبسطه شكلا لكن من جواه بيتذكر هو الاب طبعا ما بيتنساش ولكن بيبقى مؤلم جواه مؤلم جواه واحيانا بيجتمع طالب وطالب اخر بابا ما ده موجود بيقول لك احنا النهارده عاملين لك حفله بتاع اليوم يتيم بتاعك ايه يتيم بتاعي ده انا بتكلم ده من منظور شفته بعينيا شفت الطفل كان بيبكي وبيقول انا مش عايز احضر حفله اليتيم فسالته ليه يا بابا قال لي انا مش عايز احضر في كتير بيقولوا يعني ايه يعني ايه يوم يتيم يعني انا بابا في السماء وأنتم بتحتفلوا يعني بمعنى بتحتفلوا بيه هو مش مدرك المعنى دي كانت قد تكون بتأثر عامل نفسي جامد قوي طب احنا هنقول طب ما في ناس بتقدم خدمات طب انا عايزه اعرف ان بيقدم خدمه دلوقتي ما ممكن يقدمها في, في مراحل متعددة يعني طول السنة اللي صاحب مصنع او صاحب محل لو, لو طلع في الشهر حاجة معينه من غير ما حد يحس ده اليتيم أه طب انا معايا مداخلة الو الو ايوه يا فندم سال فول يا فندم انا بصراحه بشكر حضرتك انك اتطرقتي للموضوع ده فعلا كلامك كلام كويس جدا الله فعلا لازم كلنا ان احنا نهتم باليتيم ما نعملش مش هو مش عيد يتيم يبقى يوم في السنه ولا شهر ولا لا كلنا لازم نتكاتف كده كل واحد في منطقته وكل واحد في مكانه بالظبط ان هو يسعد اليتيم ما يحسش اليتيم بغربه الله ينور عليك يعني. تمام يبقى, أيوه. يبقى يبقى حاسس كده ان هو في وسط اهله كل الناس ابوه وامه وكل أوه. اللي فاقرين لا بالظبط يعني, بقى يعني احنا ما خصصناش شعور كويس يعني مم. ايوه ايوه فأنا فأنا يعني فأنا هل يعني حدد. هو ده الصح الصح ان احنا نعمل احتفاليه ولا ما نعملش؟ انا عايزه اراء يعني عايزه راي حضرتك ايه رايك في ان لا. انا اعمل احتفاليه؟ لا. لا احنا المفروض يعني على طول كل ايامنا كده احتفال باليتيم وكلنا نتودد يتيم. بالظبط لو انا يتيم لو انا عندي يتيم في في بيتي أوه. ابن اخويا او اختي او حاجه اساعده اه كلنا نحسسه ان احنا اه بالظبط مش, هن... مش حسسه ان اليوم دوت في يتيم, يتيم متبهدل او يتيم بيتعامل معامله مش كويسه اهل المنطقه يعني كل مكان فيه اه يتيم اه طبعا يعني مفيش آه طبعا. مكان كتير في مصر مليانه يتامى. اسر كتير اسر كتير. كل كل حد يبقى قائم على على يتيم. اه. واخد بالك الشعور ده نفسه ينشا مجتمع يعني سوي. بالظبط. بدل ما في يوتا ما بيلاقيش اب ولا حد بيراعيهم يخرجوا في الشوارع ويتعرضوا للمهازل ونشوف حاجات كتير. ويبقى في عامل نفسي صعب آه. شويه. العامل النفسي آه. بيأثر, آه. بيأثر عليهم وبيأثر عليهم كتير. طيب حضرتك لو انا عملت استفتاء يعني احنا من اصح ان احنا نعمل احتفاليه ولا نخلي اللي احنا عايزين نعملوه في الكتمان ما انا ممكن اسعد يتيم من شرط أنا أنا ان ممكن اجيب له هدوم واجيب له كل حاجه بس في الكتمان ضد حته الاحتفاليه يعني ضد حته الاحتفاليه من ناحيه ايه م. ان لازم يكون في يعني الشعور ده اصلا متنمي عند كل واحد فينا كل واحد فينا يدور في بيته أوه. لو في يتيم يساعده لو في في منطقته يساعده الناس اللي في كل واحد في منطقته تمام يراعيه من ناحيه كل حاجه الاكل والشرب والدراسه يعني مش كل أيوة كده أيوة مش هنلاقي عندنا حد يتيم خالص بالظبط كده يعني بالزبط. كلمه يتيم دي مش هن... مش هيبقى فيها يتيم بالظبط و... ويعني خلق مجتمع سوي وناس أسوياء غير اللي احنا بنشوفه أيوة يعني أيوة. احنا بنشوفه الناس الاطفال اللي بتبقى اللي 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 أو المتشرده ده. او اللي مل... اه طبعا طبيعي كده فانا فعلا يعني بشكر حضرتك حضرتك شكرا جد جدا جدا وتقدمي محتوى هادف أنا بشكر حضرتك فيه. على التطرق للحاجات دي مشكلة شكرا يا فندم شكرا يا فندم شكرا يا فن. فندم أه رجعنا لموضوعنا تاني وانا زي ما قال الزميل الاخ العزيز بالفعل ان المفروض ان احنا ن... يعني الاحتفاليه نحتفل احنا كل يوم ممكن نحتفل باليتيم بس مش نعمل خصوصا السوشيال ميديا السوشيال ميديا اصبحت يعني في كل المجال المقر ده بيعمل احتفاليه وميديا. من بنجمع هنا انا مش برفض نعمل ولكن مش بالإظهار مش بالتجمع كل أسرة محتاجة نجمع لها من غير ما هي تحس من غير ما لهم أنا بحتفل بيكم عشان أنتم يتمة لا الرسول عليه الصلاة والسلام كان لما بيساعد حد ما بيبينش ماشي تفضل ألو دوابة من أسوان أهلا وسهلا تفضلي حضرتك أهلا, أهلا وسهلا بحضرتك أولاً أنا بهنئ السيد الرئيس وكل شعب مصر بموكب الممياد لان فعلا دي يعني حاجه تفرحنا جدا ان ان جدودنا حفظوا وعملوا حضاره عريقه نفتخر بها امام العالم طبعا هم دول اللي اسسوا قواعد الدوله وحافظوا على الدوله وكانوا ابطال يعني وتربوا اثنين من الانبياء في بيوت الفراعنه سيدنا موسى وسيدنا يوسف تمام تربوا على الفروسيه والمروءه والشهامه وتربوا على كل كل الصفات الجميله أيوة. يعني ويعني ان احنا نشوف جدودنا واحنا نتمنى ان احنا بعد 2000 سنه احفاد احفاد احفادنا يفتخروا بنا زي ما احنا كده بنفتخر بجدودنا الفرعنه نتمنى يعني ان شاء الله والحمد لله يعني المبشرات الحمد لله السيد الحمد الرئيس لله. والحمد لله وال والقاده يعني ربنا يخليهم كلهم يعني وان شاء الله باذن الله ان احنا ان شاء الله باذن الله نكون ميراث لجدودنا ان شاء الله ميراث حسن ان شاء الله وجيد ان شاء الله باذن الله باذن الله شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك آه برضو أنا مش هطول على موضوع آه اليتيم أنا برضو حاجة هقول اليتيم وعيد الأم آه يعني إحنا بنقول برضو عيد الأم أمنا الأم دي أم يعني إحنا طول العمر هنفضل تحت أقدامها مهما تعمل تمام بس عايزة أقول حاجة واحدة لو أنت فكرت كده أنت رايح مصيف اتفرجت على موديلات جميلة كده وشفتها وعجبتك قوي والله او انت عجبتك سواء راجل او ست انا عايزه اجيب الطقم ده للحاجه عايزه اجيب الفستان ده لامي من مصر فعايزه اجيب لها شويه لب وسوداني الحاجات اللي احنا نعملوها دي كلها واجي بديهم للست الوالده انا جيت من المصيف ودي حاجه حلوه من ناحيه المصيف انا كده مش هادتها بشيء طبيعي هادتها لو انا جيت برضه آه جبت معل... انا بتكلم عام جبت اكله حلوه هجيبه لوالدتي واجيب لي نفسي بهديها بهديها يبقى اذا عيد الام مش قاصر على يوم واحد انا ممكن اهدي امي طول السنه لكن تخيل انت لما بنقول احتفاليه عيد الام الشوارع كلها بتبقى عامله احتفاليه كبيره احنا مش بنقول ان احنا بنقلل مش بالعكس امي ممكن احتفي بها على مدار السنه يا جماعه انا لما بتكلم في الموضوع ده او بفجر الموضوع ده ممكن حد يعترضني وممكن حد يؤيدني لكن انا بقول انا انا امي ربنا يديها العمر ويديها الصحه عايز اعمل معاها كل حاجه لكن مش شرط يوم عيد الام ممكن اعمله في كل كل يوم حلو يمر عليا واجيب حاجه حلوه لامي ده عيد امي بالنسبه لي وبالنسبه لها لكن تخيل لما احنا احنا النهارده هنحتفل ورايحين ناكله النهارده عند ماما ورايحين نجيبه وهو اخر وفي حد والدته متوفيه مدى الالم انا بفتح دايما الفيس الاقي مثلا يوم الاحتفاليه دي وقبل الاحتفاليه عذرا ليس لي ام آه ما اعرفش ايه امي توفت يعني كلام بيبقى اللي بيقولها تحس ان هو بيبكي من قلبه اكتر يعني قلبه اللي بيتكلم مش لسانه اللي بيتكلم فاحنا بنحتفل وبنأذي قلوب تانية واحنا قاعدين واحنا مش حاسين انت عمال تضحك وفرحان وده لكن انا مش بقول كده ان احنا ما نحتفلش بامنا لا احتفل بالام على مدار السنه لكن ما من العزيز من من يوم معين ما ينفعش زي ما انت بتحب نفسك وبتحب اسرتك حب غيرك ما انت في اسر اخرى متألمه بالفعل انا ما بقولش ده كلام بس عشان يعني كلام بنقوله خلاص موضوع وكده حابين احنا نناقش فيه وبس لا ده بالفعل في حالات وبنشوف نفسيه تعبانه جدا جدا وبتقعد على المدى يوم واثنين وثلاثه وعشرة النفسيه اللي انت بتقلب عليها او احنا كلنا احنا مش مش انت او انا احنا كلنا مشاركين في هذا الاحتفال لكن بيقولوا احنا نحتفل انا ب يعني بناشد الناس كلها يعني ان احنا حب حتى اليوم ده نحتفل بيه باقليه لكن احنا بنقول احنا نحتفل برمضان لما كلنا سعداء رمضان ده للكل ده جاي يعني كلنا بنستعد بيه ف... تمام لكن احنا نقول اب ام احتفال بده وده لا من اكبر الاخطاء الكبيره والجسيمه ان احنا نعمل هذا ليه هيقولي في ناس برضه تقول احنا ممكن طب انا عايزه احتفل بامي انت بتتكلمي ازاي يعني في برضه ناس ممكن تعترضني حط نفسك وربنا يدي العمر كل الناس في الموقف نفسه حط عيلك في الموقف نفسه انا بشوف الحاجات دي من منظور آه الطلبه من منظور الناس كبار قسما بالله بتبقى فيه مش حالات صغيره او كده بتبقى فيه شخصيات كبيره اليوم ده بيبقى من اصعب ما يكون عليهم زي هو بيكون من اسعد ما يكون عندك فاليوم ده زي ما بنسعد نفسنا احنا لازم نسعد الاخرين يبقى نحتفل داخليا ان احنا نجيب لأمهاتنا على مدى ال ال السنه مش هو اليوم دوت مش ده اللي هيخلي آه امي تفرح بيها لا لان انا بعكس كل ده على شخصيات اخرى اتمنى طبعا ان الـ الـ الكلمتين دول اللي قلتهم اللي سمعني او شايفني طبعا عارفه ان في ممكن ناس تكون يعني الفتره اللي فاتت دي ما مفتقده برنامج سكرين شوت او ما بتشوفوش فبالتالي ممكن تقول النهارده ما فيش انا ما عملتش تمويه للبرنامج بس أنت تدرجوا شوفوا عندهم الرقم بتاعي يتواصلوا معايا وقولي رايي وانا عايز اعمل استفتاء وهعرضه بالفعل عشان احنا مش مش احنا الأغنياء لا احنا بنعمله بنحتفل بس في وقت يتناسب معانا في اسري وقت اسري داخلي اجتماع او احتفال داخلي برضو انا عايزه اتكلم في احنا داخلين طبعا على شهر الخير شهر الكرم كله كتير مننا في رمضان بيتعامل مع ولاده بشديه صعبه جدا جدا آه الصيام قوم الص... صلي و... ولازم تصوم وحاجات كده موض... يعني بيبقى فيها شديه شويه على ال... على الاسره وخصوصا نبع من الاب آه لو الابن نزل بعد الفطار بيبقى بيف... يعني بيصلي او بيروح ي... يقعد مع اصحابه بيبقى برده عنده حته ليه وازاي واواخره انا حابه آه النهارده انا مش بدي مواعظ آه عشان برضو ما حدش لي الحكايه دي انا بشوف من منظور لان احنا بنعيش جوه آه او بنعيش مع ولاد يعني بطبيعه الانسان قبل ما يكون اعلامي فهو اخصائي اجتماعي فبالتالي هو عارف آه طبيعه المشاكل اللي بتنوب او بتكون بتخص الاسره وبتخص آه الطلبه وبتخص الاولاد الصغيرين فانا بحاول بقدر المستطاع ان انا الفت نظر اي حد اذا كان متابع انه يفكر يفكر كويس قبل ما يقدم على انه يعامل ابنه معامله قاسية او له يشد عليه الصيام احيانا في ناس تقول لك انا بابا قال لي لازم تصوم هو بيعدي من هنا وانا اخد بلحة واكلها بقول له واشرب ميه وقوله له انا صايم كذب عليه خوفا منه يعني اولادنا صغيرين كتير جدا بيبقى ما عندهمش المقدره احنا بنفرح قوي لما بيصوم ساعتين ثلاثه لا برافو احنا اللي نقول له لو انت كده كفايه او الكبير شاب كبير احيانا في شباب كتيره بتبقى عندها نسبه الصيام يعني صعبه شويه فبيعمل الحركه دي برده مع اهله خوفا ما رغم ان هو شاب وقادر على كل يعني قادر يعمل كل حاجه بس خوفه من الاهل بيجبره ان هو يكذب عليهم لا احنا عايزين يبقى في روح التعاون روح التعاون ما بيني وما بين ابني وما بيني وما بين اعضاء الاسره ككل آه يعني اولا طبعا انا بقى كنت بت يعني احب ان انا اتحدث اكتر في موضوعات اكتر بس طبعا النهارده الموضوع بقول فضفضه باخد من كل زي ما يقولوا من كل فيلم اغنيه بتكلم المنظور حته 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 عشان يبقى كله مختلف آه في حاجه جميله انا حابه اتكلم فيها وهي حاجه اسمها مقومات النجاح آه في بعض الناس قعدوا معانا قعدت مع مجموعه من الناس فكانوا تركيزهم ان ان الولاد ما يقعدوش مع صف ناس مش حلوه مقومات النجاح لازم ان انا اكون مع زميل او صديق على درجه عاليه من الذكاء او او لاخره طبعا في بعض الموضوعات كده احنا لو تدركناها هنلاقيها مخطئه من الالف للياء لان انا لما اعزم على ان انا عايزه انجح في شيء احيانا انا نفسي ابقى حاجه بس ظروف الحياه بتوقفني امكانياتي الماديه بتوقفني في ناس كتيره قوي مستواها يعني ضعيف جدا ونفسها توصل فبدل ما بتوصل ما مش عارفه تتواصل مع مش عارفه توصل لاعلى مستوى مش عارفه آه توصل زي ناس كتيره مرفهه ووصل لها وعندها كل الامكانيات اللي بتتيح لها توصل في اعلى المراكز في ناس هتقولي طب ما في ناس زي هو بتاع فريسكا دوت اسكندريه اللي استطاع كان بيشتغل وكان دكتور اه بس كان باباه معاه وبيساعد نفسه لكن في طالب بيبقى شبهه وكده بس مش قادر المقدار اللي هو بيقدر ياخده بيوصله لأهله عشان يقدر يتعايشوا لكن تخيلوا ما مدى الاحساس اللي بداخله ان هو نفسه يبقى حاجه نفسه يوصل نفسه يبقى عنده الامكانيه اللي تخليه دكتور مهندس او على الاقل في في مرتبه او في عمل يعني يزيد من مكانته بنجد من ان المجتمع ما بيناشدش الحته دي المجتمع بيقف كده لا انا الشخص ده عنده الامكانيه هيعمل ما عندوش امكانيه يركن ما ينفعش ومقومات الحياه مش مش قايمه ان انا لازم ابقى ابص لفوق يعني في ناس بتقول لك مقومات الحياه بقى عندي اراده عندي قوه عندي اه عندي اراده وعندي قوه وعندي امكانيه اديني الثلاثه دول مع الدفعه هقدر اتعامل لكن اذا اراده وقوه من غير امكانيه مش هقدر اوصل لعمل اراده و... و... وامكانيه من غير قوه مش هقدر اوصل ففي ثلاثه مرتبطين ببعض لو نقصنا حاج... حاجه منهم مش عارف زي ما بقول ابني ايه ده هيبقى حاجه طب ما انا عندي امكانيه اني اخليه حاجه بديله دروس بوصله على أعلى مستوى ايه بتعامل معاه بكل حب في واحد تاني او طالب تاني نفسه يبقى نفس الدرجه ومش عارف فمقومات النجاح بتختلف من شخص لاخر فأنا بتمنى ان احنا نعمل منظومه تساعد ولادنا على ان احنا نساعدهم في بعض فئه من الناس مش قادره مش قادره بالفعل انها تبقى توصل لمراكز كويسه من خلال العمل المادي او من خلال الظروف المحيطه بها لكن محتاجه حد يحتويها ممكن نحتويهم الاحتواء ده بيدي اراده بيدي قوه بيوصلها للنهايه لعمل اجتماعي او بيوصلها للنهايه لعمل كويس جدا آه طبعا انا عايزه اتكلم كتير وانا زي ما قلت لحضراتكم النهارده جايه معاكم وقت صغير. فضفضه بسيطه عشان بس يعتبر اليوم تعريفي للبرنامج ان البرنامج راجع تاني البرنامج ممكن يختلف بتوقيته لسه هبلغكم بيه بس هيبقى معانا شخصيات قيمه وقامة بتختلف عن المجموعات الاخرى شخصيات جديده بشكل جديد بلون جديد بنيو لوك جديد للجروب كله اللي هيبقى معايا او المجموعه تبقى هتبقى معايا فهقول لكم يعني انتظروني أه الحلقه القادمه بلوك جديد وبشكل جديد وضيف هيكون ضيف جديد أه برضو الضيف هيكون هيكون قريب منكم وفي ناس كتيره اوي هتكون عارفاه وحباه أه وكانت اتمنى ان هو يتواصل معانا بس هخليها مفاجاه أه احب اقول لكم قبل اي حد قال كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم ويا رب يا رب السنة دي تكون سنة جميلة علينا كلنا وبدأناها بالأعمال الجميلة اللي قام بها السيد الرئيس وإن شاء الله حتت دايما هتبقى الأعمال متتالية وهيبقى شهر رمضان خير علينا وأقول لكم أشكركم وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تصبحوا